بيصور صور من حياتهم اليومية ويقدروا عبروا عن المواقف اللي بيواجهوها في حياتهم من خلال صور. بدينا بإعطاء 20 مدرب دورة تدريبية شاملة على كيفية التعامل مع الطلاب على اختلاف أعمارهم اللي راح يدربوهم، وشو هي الشغلات الأساسية اللي بيقدر الطالب إنه يظهرها في صورته حتى يكون بيقدر يعبر عن صورته بشكل صحيح ومختلف. العشرين مدرب نزلوا على المدارس لمدة شهرين، علموا الطلاب على أساسيات استخدام الكاميرا حتى يقدروا يصوروا فيها، وعلموهم كيف يشوفوا الصورة من خلال إطار مصنوع يدويا حتى يقدر يركز على الأشياء اللي بده يظهرها في صورته، وحتى يلتقط الصورة بالوقت والزاوية المناسبة. المدربين كانوا بيعملوا مراجعات مع الطلاب حتى يشوفوا النتائج، كانوا بيساهموا في تعديل رؤية الطالب للصور وكيف نفس اللقطة يقدر يأخذها بزاوية بشكل أفضل. وصدقاً هذا الإشي عزز عند الطالب أنه مارس التصوير أكثر حتى يطلع بنتائج أفضل. طبعاً الطلاب كانوا مستفيدين ومستمتعين جداً في التدريب والتصوير، يعني لدرجة أنهم كانوا بدهم يحتفظوا بالكاميرات ويعني حبوا الشغلة كثير. موقف حلو من طالبة أنه صارت تحكي لي أنه أنا حبيت اسم مصورة، يعني صاروا عائلتها كاملة وأصدقائها ينادوها بالمصورة. المشروع كثير حلو، تعلمنا فيه شلون نصور. كنا أول إشي ما نعرف إيش نصور، صار عندنا إنه بعد المشروع إنه أي إشي نشوفه لازم نصوره، وصار يعني أي صورة لازم إنها تكون إلها معنى. شيء حلو جدا، ما كنا متوقعينه بهذا الجمال، بس بعد ما أخذنا هاي المشروع ودرسناه عرفنا إنه التصوير الفوتوغرافي إشي جميل جدا، ما كنا بنتصور انه هيك جميل. اكرمنا ووفقنا ونجحنا بالتوجيهي، حاب ادرس تصوير فوتوغرافي.